حبيب الجماهير بقى طالع يقول لنا كلمة. دكتور مطر يا جماعة، مفاجأة الحفلة. كل سنة وانتم طيبين يا أولاد، وإن شاء الله يا رب مستقبل جميل في مستقبلكم، في جوازكم، في عيالكم، في كل حاجة، وإن شاء الله تكونوا طوب يعني حجر في عزة مصر يا رب إن شاء الله يا أولاد. فرح الدرجات الثانوية مستحيل نقدر ننساها، ولبسنا خلاص الكلية وأهالينا كمان لبسوا معانا، لبسوا معانا، مفيش أسهل من الكلية، هنسافر يلا وما نهزرش، أنا تومي وكلية حيوية مهنينا انت ما بتوترش، درجات راحت وبنتغفل، قالوا ان الهيستو بيتقفل، صعب الفيسيو عدى الفيسيو، اول اورال دخلوا لوحدي، ما تخافش يا صاحبي احنا مذاكرين، كل ما جاوب يسأل اصعب، وانا بتعب اصلا من سؤالين، انجح والله اسقط انا راضي، هو اداله صفر التاني، كنت بفكر ما صعب دايما مستحيل تقدر تقراها، طب وما يكون كل غيرك فيروس البكتيريا معاها، فين الفرح اول سنه فيها كلينيكال، مفيهاش بقى غش طول اليوم، ودخلنا غلط المستشفى، انف واذن وكمان عيون، شرعي واسمه المادة في اتنين، فريق الكوميونيتي اكيد فاكرين، ضحكوا علينا حصر عليها، قالوا عليها صعبة وضعبع، فيها اقصى النساء طيبين، كمان اللي جن شفوي كلينيكال اسم النساء قالوا التقدير فيها هدية، طالع محطوط انا عليا، احنا سينيور، لا مش سينيور، عدى الترم بقينا سناير، فرهطنا خلاص مس التنين، بطنا جراحة وكومة كوكو، بيقول عليهم ما تتنين، سنة ونص ليها كفاية، بطن في قعر الكوباية، بس خلصنا كل سنة وانتم طيبين يا اولاد، ويا رب يا رب نشوفكم في اسعد حال يا رب ان شاء الله.